اهلا وسهلا بيكم في روشتة غذائيه جديده. هنكمل كلامنا عن تغذيه مرضى الاورام. احنا قلنا ان مريض الاورام لا يصح ابدا ان ياخد اي فيتامينات او مكملات غذائيه دون الرجوع الى الطبيب، لان ده قد يتعارض مع بروتوكول العلاج نفسه، وبنلجا كمان للصيدلي الكلينيكي لان هو اللي بيقول لنا على تداخل الادويه وبروتوكولات العلاج مع بعضها. مريض الاورام غالبا بيبقى عنده فقدان شديد للوزن، بيبقى عنده فقدان شديد للشهية، بيبقى عنده ميل للقيء والإسهال، وهو كمان في نفس الوقت احتياجاته الغذائية عالية جدا. هنعمل إيه؟ أول حاجة لازم تكون الوجبة بتاعتنا وجبة مغذية، يعني لما بديله طبق يكون قيمته الغذائية عالية. أحاول أدخل البروتين الحيواني بطريقة ما تضايقهوش، لأن هو بيبقى عنده عزوف عن البروتين الحيواني، بيبقى شامم ريحته وطعمه وحش، فنتغلب ان احنا ندخلها جوه الاكل زي لحمه مفرومه جوه الاكل، او ان انا اضيف عليه البهارات منها مضادات اكسده ومنها تغطي الطعم والريحه بتاعه الاكل، كاري، كركم، العطاره بتاعتنا اللطيفه دي. كمان بنطلب من ربة البيت او اللي بيحضر الاكل ان هو يقفل عليه المطبخ، ان هو لما بيشم ريحه الاكل بيشمها ريحه مش لطيفه ابدا، بيشمها ريحه زفره، فبننصح ان هي تقفل عليها المطبخ اثناء التحضير. وما نقدم الاكل نقدمه في درجه حراره الغرفه، لانه لما بيتقدم سخن بتبقى ريحته فواحه شويه زي ما بنشم ريحه الاكل كده وهو بيتحضر، بالنسبه له هي بتبقى ريحه مش مقبوله خالص، فنحاول نديله في درجه حراره الغرفه. كمان بنديله وجبات صغيره متكرره على مدار اليوم، وبنراجع مع الطبيب المعالج هو اخد قد ايه كل يوم، علشان لو في اي نقص بنبتدي نلجا للمكملات الغذائيه. المكملات الغذائيه بتبقى في صوره باودر او في صوره سوائل، مش في صوره ادويه، او بنضيفها على الاكل نفسه. كل ده لازم طبيب تغذيه متخصص هو اللي يتعامل مع طبيب الاورام علشان ما يدخلهوش في مشكله هو في غنى عنها. كمان بنحب دايما ان احنا ما نلجاش للتغذيه الوريديه غير في الحاجه الشديده القصوى، لان التغذيه الوريديه بيبقى ليها اثار جانبيه كتير جدا، فاحنا دايما بنحاول نتعامل مع الطعام من خلال الجهاز الهضمي. حتى لو في اي مشكله الجراحه كانت في مكان يعيق استخدام الفم، ممكن نركب انبوبه من الانف او بنعمل فتحه في المعده او فتحه في الاثنى عشر. المهم لازم نشغل الجهاز الهضمي، علشان الجهاز الهضمي هو الطريقه الفسيولوجيه الربانيه اللي بيحصل فيها افضل امتصاص للطعام بدون اي مشاكل جانبيه. فمن فضلكم خريطه طعام مريض الاورام تكون من طبيب مختص في التغذيه العلاجيه علشان لا يضر بالمريض. خدعوك فقالوا ان اللحوم الحمراء والالبان بتزود من انتشار مرض السرطان. الحقيقة مفيش أي إثبات علمي، إحنا لما بنتكلم على علاج مرض معين لازم يكون فيه إثبات علمي يقول لنا الحقيقة دي. في نفس الوقت مريض الأورام هو بيبقى عنده فقدان شهية، بيبقى عنده قيء، بيبقى عنده إسهال مع الكيماوي خاصة، بيبقى عنده نزول شديد في الوزن، ما بيقدرش ياخد احتياجاته الغذائية. لازم نديله بروتين من مصدر حيواني، لأن البروتين ده بيبقى أفضل أنواع البروتينات اللي هو محتاجها عشان يبني لفقده من علاج سواء كان إشعاعي أو كيمائي أو بالجراحة. فمن فضلكم مفيش أي إثبات علمي يقول إن اللحوم أو الألبان بتضر بمريض السرطان. في بعض أنواع السرطانات ما بنحبهاش تاكل لحمة حمراء كتير، لأن المشكلة مش مع اللحمة الحمراء، المشكلة مع الدهون المشبعة اللي موجودة في اللحمة الحمراء زي سرطان القولون أو بعض أنواع سرطانات الثدي اللي مرتبطة بالهرمونز. النوعين دول والبروستات ما بنحبهمش ياكلوا لحمة حمراء كتير، إنما ما نمنعهاش تماما لقيمتها الغذائية العالية. ونتقابل على خير في روشتة غذائية جديدة إن شاء الله.